وجود كابتن مجدي عبد العاطي كمدرب مصر يا احمد فرق معاك شويه؟ انت حظك محظوظ مع كابتن شوقي غريب مثلا في نادي المقاولين، صح ولا انا بتكلم غلط؟ كابتن مجدي عبد العاطي في زد، كابتن وليد صلاح كمدير كوره وحاجه جميله جدا يعني، والاثنين عاملين دويتو جيد. شايف انه دول مع اداره بقى ممتازه في نادي زد، رئيسه النادي زميلنا العزيز سيف زاهر، وبقى ادخل على باقي النجوم اللي موجودين هناك، المنظومه دي مريحاكم خلياكم كده بتشتغلوا وانتم مبسوطين وانتم مرتاحين مطمنين؟ طبعا يا كابتن، كل اللي حضرتك قلتهم طبعا اسامي كبيره بالنسبه لنا. من اول يوم انا مثلا قعدت مع الاداره، حتى من كلامهم معايا انا مش جاي لعيب صغير، احنا جايبين يعني مش جاي اللي هو لعيب صغير في السن، يعني صغير في السن بس، لكن في الملعب هم يعني بيتكلموا معايا انت لعيب كبير من اول يوم. عندنا هدف، يعني احنا السنه دي كنا طموحنا ان احنا نلعب على المركز الرابع، انت لسه ممكن تاخده بس يعني نلعب افريقيا ان شاء الله، احنا نبقى موجودين في المربع بس. افريقيا خلاص تقريبا ممكن في بطوله عربيه ممكن ده دلوقتي بقى الطموح بتاعنا الاول يعني. بالظبط، احنا بنتكلم دايما مع بعض ان احنا نبقى موجودين في مكانه كويسه السنه دي في الدوري. من اول بقى ما قعدت مع الناس بصراحه يعني كنت مرتاح طبعا، وهم سواء كابتن وليد كابتن مجدي بيتعاملوا مع اللعيبه نفسي قبل ما يبقى في الملعب. يعني بيبقى الكلام دايما لعيب مش فايق، لعيب في حاجه بره الكوره خالص، لا بيبقوا هم بصراحه معانا في الحاجات دي قريبين مننا جدا. في اي ظرف يعني في كل الظروف ممكن اي حد يواجهه ظرف بره الكوره، هم بيبقوا اول ناس معانا.